الناس كيجيو كاين اللي اونديكابي مسكين كاين اللي ما كيقدرش يقطع هذا الباساج هذا يعني والناس كيتمحنوا راه من الصباح وما بحال هكا يعني من الصباح وما نفس المشكل وقبيله جات واحد المراه مسكينه بلي بيكي ديالها هزيناها ودوزناها يعني هذا الشيء راه حشومه هذا الشيء يعني خاص الناس المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء يعني هاد الناس هادو اللي داروا هذا الشيء خصهم يفكروا في هاد الناس اللي مساكن اللي كبار اللي ما كيقدروش يقطعوا الشانطي يعني هذا الشيء حشومه صوبوا كره ارضيه وداروا لنا يعني الشوه هنايا فضيحه هذه يعني هذه كتسمى فضيحه شوه انا نقول لك اما شفت انا نقول لك دابا شي نص ساعه والناس كتنقاز وما داروا هاد الحزيز هذا وما ما فكروش في الناس اللي عندهم الكروسه مساكن الناس اللي المعاقين كل شيء بغاو هما يهبط من تحت ولكن هو الناس مساكين اللي ما اشتري الناس كيهزوهم كينقزو كاع ما فكروا بهاد الناس يخلوا لهم الطريق ما فهمتش انا علاش هاد الناس قاعد داروا بحال هكذا ما عرفت خلاو الناس قاعد دابا اللي ما عندوش الصحه مسكين كل شيء بغاو يهبط من تحت ولكن كاين اللي عنده الصحه راه غادي يهبط واللي ما عندوش مسكين ما غاديش يحسب كيفاش يهبط كنشوف انا ناس عندهم الكروسه كما هاد السيده هادي كنشوف بزاف الناس